مرحبا بكم مشاهدين ظهيرة الجمعة. اليوم ويانا الشيف آية حسن اللي أبدعت بصنع الكيك، خاصة بالكيك اللي ضد الجاذبية. مرحبا شيف، شلونك؟ هلا حياتي. هلا وسهلا. عرفينا عن نفسك أول شيء. أنا آية حسن، صانعة فنون كيك تحدي الجاذبية. مش وقت مختصة بالكيك، من أي عمر؟ صار لي تقريبا 8 سنوات، يعني عمري 19 سنة بديت في صناعة الكيك، لكن كيك الجاذبية تميزت به هذه السنة، يعني صار لي تقريبا 8 أشهر. ما صار فترة طويلة. هسه راح تسوي لنا كيكة، احكينا عن مقاديرها. الكيكة هو بشكل عام انه الاساس البيض والطحين، بيكنج باودر، فانيلا، لكن بالمقادير ثابتة. الكيكة عائلية، يعني افراد العائلة، فهي 4 بيضات وكوب طحين ونص كوب شكر للبيض ونص كوب شكر للصفار، لان انا اعزلهم حتى تصير كيكة سبونج، وفانيلا بظرف واحد، وبيكنج باودر هم ظرف واحد، ورشه قليله خل للبياض حتى يوخر الزفره مال الكيكه المره تطلع بها عافيه بالضبط، وايضا نخلي زيت ومي. تمام، اوكي. زين احكي لي عن الفكره، شلون اجتك الفكره مال ضد الجاذبيه؟ جتني فكره بايام كورونا بالحظر، جتني فكره انه اريد اغير من الستايل مالتي، يعني اختلف عن الموجودين، اختلف عن ديزاينه بالضبط. شيفات عالميين ومعدهم بكاميلونا طبعا مشهوره بتفاصيلها، حبيت الجاذبيه الكيك مختلف. هذه الفكره منها يعني؟ من عندها، وايضا هواي اكو شيفات، يعني الفكره عجبتني حبيت اسويها، لكن كطريقه ما اعرف شلون، كشكل نهائي اعرفه يعني اوكي، بس شلون ابدي بيها ما عرفت. هواي حاولت ابحث عنها، دخلت مصادر همينه هواي، قريت كتب عنهم هواي، والحمد لله الحمد لله ضبطتها. أصعب كيكة صارت لي، يعني أصعب كيكة سويتيها ايش قد كانت، ايش قد استغرقت وقت؟ أصعب كيكة كانت هو توم جيري، لأن المشكلة إنه عالية صارت تقريبا أكثر من متر ارتفاعها، ووقت طول تقريبا 5 أيام أخرت. 5 أيام هاي كانت أصعب وحدة، أطول وقت وأصعب وحدة، لأن كانت يعني تقريبا بداية عملي، كانت بداية عمل الجاذبية، فكان تحدي كانت إلي، يعني إذا سويتها أوكي خلاص إنه أستمر، وإذا فشلت لا أحاول يعني، والحمد لله قدرت. والأصعب من عدها إنه شان نقلها مكان بعيد 29 كيلومتر، فمسافة بعيدة وهي ضد الجاذبية، الحمد لله وازنت يعني حافظت على شكلها. أوكي، ما فشلتي بها أكثر من مرة؟ أكيد، أول كيكة فشلت بها مو مال توم جيري، أول كيكة كيكة الأرنب فشلت بها تقريبا هواية، يعني هواية هو كديزاين أعرفه أوكي، بس كتركيب صعبة، يعني أخليها وتفشل توقع، ما أعرف أشوف شلون أثبتها. كانت مايلة شوي. بالضبط، لأنه مايلة فأخاف توقع، فما كنت ضابطة أساسياتها بالضبط. إيش قد يستغرق وقت الكيك اللي دنسويه حاليا؟ يستغرق هو أول مرة نجهز القالب وبعدين بالفرن 45 دقيقة، الوقت 180، لا الوقت 45 دقيقة، والدرجة 180 درجة. هاي زين، احكي لي بالنسبة للتزيين، شنو تفضلين تزيين بعجينة السكر لو بالكريمة، وياه الأسهل؟ هو عجينة السكر لها عالم التزيين، والكريمة همينة، بس أنا أتميز بعجينة السكر لأن بيها هواي فنون وأكثر. أسهل وأنا تتحكمين أكثر؟ هو لأنه أنا هوايتي النحت، هوايتي الرسم، فهذا قريب لهوايتي، يعني كنحت شغلات العجين السكر أقدر أنحت بيها أرسم، فسهلة إليه. زين بالنسبة لكيكة الجاذبية احكي لي شنو تستخدمين حتى الكيكة تثبت ما توقع؟ هو كيكة الجاذبية هو طبعا سر المهنة، بس راح أعطيكم أوليات لصنع كيكة الجاذبية. بالبداية أرسم التصميم، وبعدين اسوي قالب يعني نفس التصميم موازي، اكيد كوي تخطيط ورسم، وهواي اوراق تشقق وهواي ارسم واشق لازم يعني، فاختار الديزاين او وبعدين القالب المناسب للديزاين حتى ما يوقع، بعدين اجهز القالب اخليه، واخر مرحله تعتمد على الوزن والكتله، لازم احافظ على وزن وكتله الكيكه الحجم ويا القالب انه حتى ما توقع او ما يصير بها خلل، يعني بالنسبه للنقل او فتشي يعني حافظ عليها. بس يلا خلينا نبدا نسوي الكيكه. اوكي، اول شيء حنسوي، اول شيء نجيب نفس الصفار عن البياض حتى تصير كيكه هشه، هي طبعا هي اساسيه انه نفصلهم ما نجمعهم سويه، يعني هذه انا مستخدمه 12 بيضه اكيد مضاعفه المقادير كلها، لانه عندي قالب كبير لازم، طبعا هنا كلش لازم نصير دقيقين لانه البياض اذا دخلت وقع بيه صفار قليل كلش يخربه كله، ف
لازم نحاول انه ما نوقع. يعني ما تنجح الكيكه؟ لا مو هو شنو لا راح نخفق البياض، ما راح نخفقه اذا بي شويه صفار، ما راح يصير، لازم يصير مثل الغيمه، يصير كثيف كلش، فما راح يصير القوام اللي اريده. بعد ما قسمنا البيض اي راح نخفق البياض. اوكي طبعا ويا الخفق بالتدريج نضيف السكر. تمام زي السكر شكر نضيف كوب ونص. هسه ورا ما سوينا البيض وضفنا الشكر شو راح نسوي؟ هسه راح نجي على الصفار. تمام الصفار لما تسوي يكون اصعب من البياض، يمكن البياض انه ياخذ الشكر اسرع. نفس الشيء هو، بس المشكله البياض يتاخر مو مثل الصفار اسرع، بالعكس يصير كريمي. اي عافيه، فهذا عادي يعني، بس هيك مو شرط انه نذوب الشكر البيض. هاي اهم خطوتين حتى الكيكه تكون سفنجيه مو؟ اكيد هو الاساس المقادير بالبدايه نضبطها وطريقه العمل حتى تصير الكيكه مضبوطه وسفنجيه تطلع. هسه راح نخلي مي المي مي؟ لا المي اذا في حال اربع بيضات نخلي خشوكتين ونص مي ومقابلها خشوكتين ونص زيت. أوكي. بس هسه احنا راح نخلي كميه كبيره فراح نضاعفها نعرفها بالمقابل يعني يعني ميزان. هي هاي 12 بيضه ايش قد تقريبا حطيتي مي؟ هو لازم نضاعف، بس انا حاله مو كوب، وش دعوه يعني خليت شيء قليل، بس انا عيني ميزاني بالموضوع هذا، فيعني هو كوبين ونص في حال بيضات بالضبط، بس يضعفوها راح يصير اكثر. والزيت همينا تمام. الزيت ايش قد راح تضيفين؟ نفس الكميه مال المي. المي همينا عيني ميزاني اي لانه متعوده راسا بدون الخواشي، بس هو كأساس أربع بيضات، اثنين خشوكتين ونص مي، خشوكتين ونص زيت. صراحة نجيب الطحين. طحين ايش قد؟ الطحين هو أربع كوب واحد في حال أربع بيضات. اوكي، وبالنسبة لمقاديرنا هسه؟ احنا تقريبا 3 كوب. اوكي. راح نضيف عليه المواد الجافة اللي هي بيكنج باودر. اللي هو واحد صغيروني. واحد، وهنا فانيلا خليت 2 فانيلا. حتى تكون الحلا اقوى؟ لا كنكهه فقط، ما تنطي اكثر يعني، مو تنكه الكيكه. أوكي. طعم الفانيلا. تمام اوكي. ايده سالش اول كيكه يعني ضد الجاذبيه سويتيها، صار اكو طلب عليها هوايه، حكوا وياك هوايه ناس يعني بالبدايه خوفين اول شيء، بس بعدين من سويت النماذج يعني وضحت لهم انه ما لها ما يعني ما عليها بالطريق، انا مضبطتها بكل الامور بالنسبه للطريق، بالنسبه للهزات اللي راح تصير، وبنفس الوقت هم عجبتهم كشكل وكيف شيء مميز، خاصه اذا اي خاصه اذا ادمنا الطفله او شيء. اكيد اكيد. فبعد ما سويت كم نموذج طبعا كان بس اثبت لهم انه شيء حلو هذا، واي ديزاين يردونه وما تخوفون من الطريق او نقلها، لان كان صعوبه بالنقل، والحمد لله صار طلب عليها، وبالاخص انه اني انقلها يعني مو شخص يجي ياخذها، انا انقلها لحد ما اوصلها للميز مالتهم وارجع. اكيد اخاف لان تعب ايام حرامات يروح بنقطه ضعف. تمام. هسه بالنسبه للبيض ضفتي عليه الطحين تدريجيا، انت ما تضيفي يعني كله كامل؟ لا ما اضيفه كله كامل، بالتدريج اشوف القوام مالته، اخلطه وشوي شوي اضيف الطحين والبيكنج باودر. يعني انه اذا يحتاج تضيفين بعد؟ لا ما اتوقع يحتاج، هو القوام اشوفه همينا حسب القوام. اي طبعا القوام يصير هسه راح اشوفين احتمال تحتاج او احتمال ما تحتاج. ليش نضيف تدريجي؟ القوام اللي يوصلها اللي نريده يصير مثل اللبن الثخين. هو هذا اوكي تقريبا هسه صار سخين. هذا تمام، راح اضيف الباقي. تمام اوكي. زين اكو هواي ناس يفضلون يسوون انه مثلا كل شيء يسووه بالخلاط جاهزه مثل ما نقول، فشنو رايك بهالموضوع؟ وهل انه مثلا انت ما تحبين هيك تسوين على مود تصير اسفنجيه؟ ليش لا بالخلاط اذا جبناهم كله خبطتيها راح كميه هواي راح تخلين المواد تطلع لك بالمقابل كيكه كلش ناصيه كلش قويه يعني حجره تصير كلش، ف
فهو هذا مو مرغوب، لازم تصير سفنجية تصير عالية بمقادير كلش بسيطة. ليش ما سويتي كلهم سوا، سواء بيض البيض أو الصفار من الأول؟ ليش هسه يلا راح تدمجيهم؟ لأنه هسه هذا القوام مالته هو راح يساعد الكيكة على أنه تنفش وتصير سبونج. يعني قصدك أنه لو دمجتهم من الأول ما راح يصير نفس القوام؟ ما تصير، لا هي تصير في حال أنه خبطت البياض ويا الصفار نفسهم تخلطيهم، لكن يطول يعني تقريبا 15 دقيقة بالخفاق أكثر. ويعني هذا الوقت ما أقدر أنا يعني أشتغله، لأن يعني ما يكفي الوقت مالتي، فلازم هذا كطريقة أسرع. لكن إذا دمجناهم هم يصير، بس ما يطينا هم من القوام اللي ريده. هسه راح ندمج البياض تدريجي همينه ويا الصفار. حتى لاحظت كل شيء تضيفيه تدريجي، لازم يعني هو اني اقول لهم سولف ويا الكيكه اشتغلوا اياها. وطبعا ما يصير بالخفاقه، لازم بالسباتولا حتى الفقاعات اللي تصير بها ما تروح، لان هسه البياض بفقاعات اللي هي اللي مخليته ينفش. الحشوة انت حكيتي لي انه انت تخلين قطر، زين بس احكي لي انه مثلا الكريمه شلون مثلا تكون، تخليها هم داخلها وتكون كريم شانتيه، ومثلا تضيفين اشياء ثانيه مثلا على سبيل المثال انه تضيفين شوكليت او تضيفين مكسرات؟ انا احب اتعدد بالحشوات، يعني مثلا الكيكه تصير عده طوابق، مثلا اربع طوابق. الطابق الاول مثلا يصير حشوه معينه مثلا البندق والنوتيلا، الحل ده حشوه الثانيه اخلي لها كراميل وحبيبات شوكليت، الثالثه مثلا اخلي لها مكسرات مع القطر. هاي اذا كانت مثلا اكثر من طبقه، بس هسه اللي احنا مسويها اليوم اللي احنا سويناها خلينا فقط نوتيلا وكريمه. تمام، هسه راح نجيب الكيكة جاهزة، لانه مثل ما ذكرنا انه احنا على الكاميرا حضرنا المقادير وكذا، بس الكيكة العادية مال الكيكة العادية، اي بس الكيكة تطول ايام، فلهذا محضرين جاهزة. خاصة كيكة موج البحر طولت 7 ايام، فصعبة انه اسويها. هي طولت 7 ايام على مود تزيينها، كتزيين كديكور خارجي. الداخلي سهلة مثل ما شفتوها هسه قدامكم، حضرنا الكيكة ماكو اي مشكلة، كلش بسيطة، بس كتزيين خارجي بإرادة لها ايام. بالنسبة لفكرة هاي الكيكة شلون جبتك؟ ما اقتبستيها؟ هذا الكيكة أول شيء قاعدة متفرج على فيلم وشفت مقطع حلو، يعني مشهد صغير كلش يعني يوحي إنه اللوحة بغرفة يطلع من عندها الأمواج ويطلع السفن معتها، فعجبتني الفكرة حبيت أجسدها بالضبط، حبيت أجسدها على شكل كيكة. وأيضا هي علوم البحار، لأن أنا مخليت كتاب جوا، فال يعني موجود بالفيلم إنه أكو كتاب بس لوحة، هذه إضافة من عندي إنه علوم البحار يعني كتاب خيال. تمام أوكي، إذا أحكي ليش قد طولتي بها تقريبا كتزين اللوحة هذه
كبس إطار. اللوحة رسمتها تقريبا 3 أيام لأن بكريمة يعني ماكو ألوان شغلات، كلها بكريمة حصرا. وبالنسبة لباقي التفاصيل يعني 4 أيام طورت بها. تمام زين، بالنسبة لباقي التفاصيل تكون الكريمة بها أكثر لو عجينة السكر أكثر؟ لا، كأي شيء مي أو زراق هذا كله كريمة. يعني أخذت معي عندي فقط الإطار والسفن وهاي المنارة والكتاب أطرافه، هذه عجين سكر، لكن تفاصيل البقية كلها بالكريمة. تمام أوكي. زين آية احكي لي، إنه مثلا أكو هواي ناس يقولون إن الكريمة ما ترهم ويا عجينة السكر تخرب. احكي لي عن هالموضوع. لا بالعكس، أنا دائما أدخل الكريمة ويا عجينة السكر تطي شيء رائع كلش. بس هواي يقولون إنه تخرب. لا مو شرط، حسب النموذج اللي يسوونه، بس أنا هواي جربتها نهائيا ما خربت. يعني عجين سكر عادي تشتغل شغلها اللي المضبوط كديزاين تردينه، والكريمة أيضا نفس الديزاين تردينه يطلع دمجيهم يطلع شيء كلش حلو. تمام زين، يعني هسه هاي الكيكة تعتبر من أصعب الكيكات اللي أنت مسويتها؟ هذه كأصعب أكو أصعب، لكن هذه اللي جذبتني أكثر. أكثر أخذت وقت بس جذبتني أكثر من البقية. وبهيك مشاهدينا كملت الكيكة، طبعا الشكل اكيد تحفة وكلش روعة. عاشت ايدك شيف آية، ان شاء الله من ابداع الابداع، وان شاء الله نلتقيكم بالتقرير القادم.